هل تعلم أنه في بعض مباريات كرة القدم التونسية فقط مدة الشوط الأول تساوي تماماً مدة الشوط الثاني؟ هل تعلم أن الإنسان في تونس فقط إذا أكل تفاحة فهو بالضرورة سيحس بطعم التفاح وليس طعم الرمان؟ طعم طعم عندي طعم عنده حسب الدراسة طعم. هل تعلم أن هناك نوع من الغلال يسمى برتقال بالرغم أنه لم يقل شيء؟ لاحظ انه ديما مش وريك القيمه المستوى العالي ديما نضحكوا بعد 3 4 سكوند يعني ما نفهموش اللي يقول فيه ما نفهموش دول والله ثم واحد يسلم عليه هو فهمت قال لي طب نفسانيين في تونس كثروا من جراء هذاك اللي معكم هل تعلم علماء دنماركيين اثبتوا ان الدراجه الناريه لم تصنع من النار وليس كما يظن البعض لا هل تعلم ان حسب سجل وفيات لسنه 2018 تبين رسميا ان البحر الميت عندما مات لم يدفن هل تعلم أن خبراء في علم الإلكترونيك أقروا مجدداً أن هناك تل فاز وليس هناك تل خاسر؟ هل تعلم أن المواطن التونسي يأكل الهندي والمواطن الهندي لا يأكل التونسي؟ هل تعلم أنه في المدينة العتيقة بتونس يبيعون الجلباب ولا يبيعون الجل شباك؟ هل تعلم أنه في بعض المحلات فواكه الجافة أن الشكلية يعتبر من بين أنواع الشوين قوم وليس من أنواع الشوين برية؟ شوين قوم مش شوين برية قوم وبرية أدوات مدرسية في مخ هل تعلم أن تسمية برشلونة تختلف من بلد إلى بلد آخر ففي تونس نقول برشلونة وفي مصر يقولون كتير لونة؟ هل تعلم إذا أردت أن تحافظ على راحة بالك فأثنين لا تثق بهما الذكر والأنثى فقط ترى حاول تعوض ميقالو شوية انت عندك خاولة حطها بين عينيك وهو مو مسألة كلمني تو بالتليفون هل تعلم أنه في تونس فقط عندما كنا صغار نأكل البسكويت بالحليب ولا نأكل البسعراق بالحليب هل تعلم أنه حسب تجربتي في الحياة اللي تعدى وفات ماهوش باش يرجع أصلا هل تعلم أن أساتذة ودكاترة في مادة العربية واللغة والحضارة والأداب أكدوا نهائيا أن جمع أسد هي أسود وجمع زرافة ليست زروف هل تعلم أنه من حفر حفرة لأخيه لازم يحفر بالباقي خاطر كان خرج منها باش يدفنوا فيها بحثنا الجمعة هذه كمل